السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يعطيكم العافية. معكم دكتور عيسى جربوع، نشرح معكم مادة رياضيات 2 لجامعة فلسطين. طبعا بفضل الله تبارك وتعالى وبفضل جهودكم ومتابعاتكم أول بأول، قد وصلنا إلى مقاييس النزعة المركزية وأنهيناها، يعني خلصنا الوسط والوسيط والمنوال. طبعا هذولا بنسميهن الوسط والوسيط والمنوال اسمهم مقاييس النزعة المركزية. طبعا الوسط والوسيط والمنوال اللي هن مقاييس النزعة المركزية أخذنا نوعين من الأسئلة: بيانات غير مبوبة اللي هي بصورة بيانات بدون جداول، وبيانات مبوبة على شكل جداول. طبعا في حاجة اسمها مقاييس التشتت. هذه مقاييس التشتت مش معاكو، يعني الغنايم اللي حلوا زي مريم وغيرها، صح هم متميزين وما شاء الله عنهم وترفع القبة يعني احتراما لمجهوداتهم، ولكن أنا يعني اللي بنزله على قائمة التشغيل هو اللي أنت مطالب فيه. قائمة تشغيل رياضيات 2، تمام؟ هذا اللي أنت مطالب فيه فقط لغير. طول أنا ما نزلتش على قائمة التشغيل اللي هي رياضيات 2 مقطع، فأنت مش مطالب فيه. الجزء المشترك ما بينكم ما بين الإحصاء الحيوي خلص في الثلاث فيديوهات اللي نزلناهم. طبعا مقاييس التشتت اللي هي المنوال، عفوا المدى والانحراف والتباين، هذولا مش معك، ما تعين الإحصاء فأنت مش مطالب فيهم. ولكن أنت مطالب في جزئية ما بديش أقول أصعب، ولكن يعني تتشابه بهذه المواضيع اللي هي تقسيم البيانات. طبعا تقسيم البيانات هنقسمهن ثلاث أشكال: رباعيات وعشيريات أو عشيرات، ربيعات وعشيرات ومئينات. رباعيات من اسمها 4، عشيريات من اسمها 10، مئينيات من اسمها 100، صح؟ الشكل اللي بتفهمه أنت لما أقول لك رباعيات يعني أرباع، يعني أربعات، عشيريات يعني عشرات، مئينيات يعني ميات. طبعا الثلاث حاجات هذولا هناخدهن على بيانات غير مبوبة أو مبوبة، زي ما اتفقنا احنا الإحصاء كلهن بتعتمد على بيانات مبوبة وغير مبوبة. طبعا إلى هذا العنوان أو هذا الموضوع نكون بإذن الله قد أنهينا الوحدة الرابعة اللي هي وحدة الإحصاء. بضل عندنا الوحدة الخامسة اللي هي وحدة الاحتمالات، وحدة بسيطة جدا مش هنطول بإذن الله فيها، وهيك بنكون بإذن الله قد أنهينا مادة رياضيات 2. طبعا قبل ما أبدأ يعني خلينا ندردش لنا دقيقة أو دقيقتين. بعض الطلاب حيجي يتفلسف أو حيقول لك طب احتمال كبير أنه يكون في قرار قصة احتساب المواد ناجح راسب، أو ممكن يعني يحتسبوهن يعني باختبار واحد سواء صح وغلط ضع دائرة. طب أنت قاعد بتعطينا أسئلة جداول وغيره، هل من المنطق لو أجل اختبار أنا قاعد بجاوبك أو بفكر معاك إيش أنت بتفكر؟ فهل من المنطق الأسئلة هذه اللي بتجيب لنا إياها لو بدي أقدمها عن بعد أقدر أحلها؟ طبعا الجواب لا. لو أنا بدي أجيب لك سؤال ملتي تشويز أو ترو أور فولس، يعني خيارات أو صح وغلط، مش هنجيب لك أسئلة زي هيك طبيعية، هنجيب لك أسئلة يعني مباشرة أو أفكار من الجداول، نطلع أفكار. وعلى كل حالات الطالب الغنيمة اللي بيقول لك أنا مش فارق عندي هو باص، يعني الإشي نجاح فقط لغير، فأنا بدي أجيب 60، ليش أروح أتعب وأجيب 90؟
شوف صلي على حبيبك النبي. طبعا احنا دائما بنقول فإذا أردت من بعد الضلالة تهتدي فصلي على الهادي البشير محمد، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا إذا أنت بتفكر أنك بتدرس أنك تقلط مادة وخلص، فأنت يعني عليك السلامة، لأنه أنت بتفكر أنك أنت تخلص حتقدم اختبارات، ربنا أكرمك في التدريس أو في غيره، فأنت بدي يكون عندك داتابيس، قاعدة بيانات. لو أنت بدك تتعامل في المادة بالذات المواد الأساسية، رياضيات، علوم، المواد التخصص هذه اللي مبني عليها تعليم الأساسي اللي هو مبني عليها، يعني أنت معروف أصلا في التدريب الميداني أغلبكم يا بدرس رياضيات يا بدرس لغة عربية، صح ولا لا؟ هاي المواد اللي أنت بتدرسهم أصلا في التعليم الأساسي، وحتى لما المشرف يحضر لك غالبا يا بيحضر يا لرياضيات يا للغة عربية، صح؟ فعشان هيك إذا أنت بتفكر في التفكير هذا فلا، فراجع تفكيرك. انت لو طلعت من مادة رياضيات 2 وانت فاهمها فانت نوعا ما حتكون راضي عن نفسك حتى لو فيش درجات. وزي ما قلت احنا يعني تشرفنا ان احنا تعرفنا على طلبة متميزين امثالكم، سواء كنتم من الفرع الاساسي الزهرة او من الشمال، لان طلاب الجنوب يعني الغنايم عارفيني وعارفهم، درستهم اكثر من 3 مواد، اما انتوا كنا يعني جداد عليكم، نسأل الله تبارك وتعالى ان نكون خفيفين الظل عليكم، ويعني اللي كان عنده حزازية علينا او اشي يعني رجاء هيك انه يعني يسمحنا، سواء تقلنا عليه مزحنا بزيادة، وكلمة غنم هذه كلمة حلوة يعني مش كلمة عاطلة، يعني هي تصغير لغنمة، والغنمة تدل على النشاط والحيوية، فيعني إشي كويس، صح؟ طيب، فيعني بدنا اجتهاد منكم حتى لو الإشي احتساب، ونسأل الله تبارك وتعالى الإشي اللي فيه مصلحتكم يتم على خير بإذن الله. طيب، قلنا تقسم البيانات لربيعيات وعشيريات ومئينيات، أول فوزها زي ما بدك، ربيعات عشيرات مئينات اللي بدك إياه، المهم ربيعات 10، عشيرات ربيعيات 4، عشيرات 10، مئينات 100. طب صلي على حبيبك النبي، أنا أوضح لك الإشي فهما لا حفظا. الآن عندك 4 أرقام، 1 2 3 4، يعني أنت بدك تجزئ قطعة، هي 1 2 3 4، هذه اسمها 4 أرباع، 4 أرباع، يعني هذا الربع الأول، هذا ربع ثاني، هذا ربع ثالث، وهذا ربع رابع، هذول اسمهم أرباع. طب هذول الـ4 أرباع بيقسمين لي الخط لكم منطقة؟ لـ3 مناطق، هي منطقة، هي منطقتين، هي منطقة ثالثة، صح ولا لا؟ يبقى الأربعة تقسم لك 3، الـ3 لو قلنا 1 2 3 هتقسم لك منطقتين، صح ولا لا؟ النقطتين بتقسم لك منطقة. طب 10 هتقسم لك 9، طب 100 هتقسم 99، مش هيك الفكرة المنطقية؟ يبقى لو كان عندك 4 أرباع هتعمل لك 3 ربيعيات، يعني ربيع أول، ربيع ثاني، ربيع ثالث، مش ربيع، ربيع. يبقى أنت عندك 4 أرباع و3 ربيعيات، هذه اسمها أرباع ربع، وهذه ربيع. طيب لو نيجي على 10، لو نيجي نحكي في العشيريات، صليت حبيبك النبي، من 1 لـ10 هاي عندي خط قسمه، هاي 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. الآن هذه اسمها 10 عشيرات، اللي هو بيعطيني 1، مش 4 أرباع، 4 أرباع بيعطيني 1، وعشر أعشار عفوا بيعطيني 1، ومية مئين بيعطيني 1، 10 أعشار يعني 10 في 10، 4 أرباع 4 في ربع، 100 مئين 100 في 1 عمية. قلنا الأرباع بقسم لي 3 أقسام، والأعشار تقسم لي 9 أقسام، والمئين تقسم لي 99 قسم، يعني هاي الأعشار، هاي 1 2 3 4 5 6 7 8 9، هذا اسمه عشير، وهذا اسمه عشر، هذا اسمه عشر، وهذا اسمه عشير، عشير أول، عشير ثاني، عشير ثالث، عشير رابع، عشير خامس، عشير سادس،
عشير سابع، عشير ثامن، عشير تاسع. طبعا أنا بإمكاني أبدأ في القوانين من غير أصلا ما تعرف إيش معنى ربيع ولا عشير ولا مئين، ولكن أنا كطالب متميز عندي وكلكم متميزين طبعا، أنا بحب أنك تكون فاهم الإشي مش حافظه، حتى لو أي حدا سألك مش لازم سؤال وظيفة أو سؤال جامعة، أنت خريج جامعة فلازم تكون أنت فاهم الإشي مش حافظه، وأنا بحب الطالب اللي فاهم مش حافظ. تمام؟ فهي الفكرة، هي الفكرة. نبدأ الآن كيف بدنا نحل. انفهمت المية بدك تقسمها؟ طبعا مش هقسم لك الحين 100 واحدة عشان أثبت لك أنها 99، خلاص انفهمت. الآن عشان أجيب الربيع أو العشير أو المائين في عندي قوانين. طبعا الربيع رمزه كيو، العشير إيش رمزه؟ رمزه الدي، المائين رمزه بي. ماشي؟ يعني الربيع قلنا احنا 4، كيو 1 وكيو 2 وكيو 3، مش احنا قلنا الأربع أرباع قسمين لثلاث ربيعيات والعشر أعشار قسمين لتسع عشيريات، يعني من عشير واحد، يعني من دي واحد لدي تسعة، هذا اسمه عشير أول، هذا اسمه عشير تاسع، هذا اسمه ربيع أول، هذا اسمه ربيع ثالث. طب المئين من بي واحد بي بي لبي إلى حد بي 99، هذا اسمه مئين 99. صليت على حبيبك النبي، اللهم صل على سيدنا محمد. طيب يبقى سواء، طب هن مرتبطات في بعض، عشان هيك على السؤال واحد حجيب كل المطلوب، يعني سؤال واحد حجيب كل المطلوبات عليه. يبقى الربيع كيو، العشير دي، المئين بي. تمام؟ طيب الآن عندك خطوتين لإيجاد اللي هو الربيع أو العشير أو المئين. خطوة رقم واحد الترتيب، لازم ترتب الأرقام سواء تصاعديا أو تنازليا، ما فيش عندنا مشكلة، والأصح اللي احنا مشتغل عليه تصاعديا، خلاص من الصغير للكبير. يبقى أهم خطوة أني أرتب. الخطوة الثانية لو بدي أجيب، خلينا نكتبها في صفحة جديدة، أنا شوي وقربت أكتب على شهاداتي من كتر ما أنا قاعد بكتب لكم، يعني هاي انت بتلاحظ هنا طلع انا ايش بكتب، انا على ابحاث وعلى قصص. اي أيوة والله من عارف، مش ان شاء الله بس يكون يعني بفايده. فاحنا قلنا اول حاجه برتب، خلينا نقول تصاعديا. رقم 2 عندي اذا كان كيو له قانون، واذا كان دي له قانون، واذا كان بي له قانون. طبعا كيو قلنا ربيع، ودي عشير، وبي مائين. طبعا واحنا ايش قلنا؟ قلنا انه مرتبطات في بعض. لو كان ربيع حتقول لي كي في ان على 4، ركز معي، كي في ان على 4. لو كان عشير حتقول كي في ان عقديش؟ على 10. ممتاز ممتاز، لانه عشير على 10، ربيع على 4، فأنا ربطتهم في بعض عمدا عشان ما تحفظش. الله يرضى عليك، بدي اياك تفهم. خلص بتحفظ القانون وبتغير المقام. طب الأخير المئين، حتفوت طالبة متميزة حتقول لي كي ان على 100، حقولها ممتازة. يبقى أنا أول حاجة رتبت تصاعديا، إذا طلب ربيع بقول كي ان على 4، إذا طلب عشير كي ان على 10، إذا مئين كي ان على 100. طب إيش الان؟ الان بكل بساطة عدد البيانات. عندي 10 بيانات حقول في 10، 8 في 8، 100 في 100، ايش ما يكون عندك عدد البيانات حتكون بدل الان هي نفسها. طب الكي اللي هو الرقم المطلوب، يعني لو قال لك كي واحد حتقول كي واحد، قال لك كيو واحد عفوا، يعني الربيع الاول حتكون الكي واحد. طب الربيع الثالث الكي 3. طب هنا دي 9، يعني الكي 9 يعني العشير التاسع. طب دي 5 حتكون كي 5 العشير الخامس. طب المئين بي 100، واحد حيقول لي طب استنى 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 هذاك تلخبطنا بتشطر علينا، فيش بي 100، اخر بي 99. اقول لك ممتاز، انت مركز معي، البي لحد 99 صح ولا لا؟ والدي لحد 9 والكيو لحد 3. طيب عشان نبدأ في الكلام الرسمي، يبقى الكي
حسب الرقم اللي بده إياه، أول تاني ثالث، الآن عدد الأعداد، الأربعة ربع، العشرة عشي، المية مئين. معطينا أرقام، قال الأرقام كالتالي 7 و6 و12 و19 و25 و4 و27 و33 و40 و16. صليت على حبيبك النبي وطالب بده كيو 3 وبده دي 5 وبده بي 20. يا حلاوتك يا حلاوتك. طبعا بس قبل ما أبدأ، الحاجات هذه اللي أنا بجيبها بجيب ترتيب الرقم مش الرقم نفسه، لأنه أنت بتجيب رتبة وبتروح على ترتيبه وبتختاره. حتضح كلامي بالضبط لما أبدأ أشتغل، الله يرضى عليك، بس خليك أنت مركز معاي وكل نقطة وقف الفيديو ولخصها، ما تحضرش الفيديو مرة واحدة وتعمل لحالك أنك أنت يعني بطل، لا، نقطة نقطة 100%. أنا سريع عشان حشرح الفيديو كاملا، أنت مش مطالب تحضره كاملا، جزءه. طيب يبقى أنا برتب الأعداد، بعدين بشتغل على القانون اللي مطلوب مني سواء ربيع أو عشير أو مئين، بعدين بطلع الرقم هذا اللي بيطلع أو هذا أو هذا، بكون ترتيب الرقم ما أنا حكون مرتبهن، مش أول حاجة ترتيب. يبقى رقم واحد، الخطوة رقم واحد، رتب، هات الرتب. إيش أول رقم؟ الأربعة، ثم الستة، ثم السبعة، ثم الاثنعش، أقعدي، ثم الستعش، ثم التسعتعش، ثم الخمسة وعشرين، ثم السبعة وعشرين، ثم الثلاثة وثلاثين، ثم الأربعين. صليت على حبيبك النبي، اللهم صل على سيدنا محمد. هذه الخطوة الأولى، وبعد ما ترتمه بترقمهن، هذا الأول، هذا الثاني، هذا الثالث، هذا الرابع، هذا الخامس، هذا السادس، هذا السابع، هذا الثامن، هذا التاسع، هذا العاشر. 100% 100%. تمام تمام. يبقى أول خطوة أنا رتبت. رقم اثنين بده أول حاجة كيو ثلاثة. كيو ثلاثة على القانون حتكون ثلاثة في عددهم عشرة، هي آخر رقم عشرة، عددهم عشرة، ثلاثة في عشرة والأربعة ثابتة، يبقى حقول ثلاثة في عشرة على أربعة. طيب بدي الحين دي خمسة بتساوي، هي الدي حتقول مدام خمسة يبقى لك كي خمسة، خمسة الآن ثبتات هن عشر أعداد، يبقى خمسة في عشرة على قديش الدي؟ على عشرة، ممتاز. طيب الحين البي عشرين، هتروح تقول لي بتساوي ايش البي قانونها؟ الكي يعني العشرين في الان عشرة ثابتة، هي اخر عدد عشرة، على مية لانه مئين. طب تساوي تساوي تساوي، ركز معاي على الاخر، بدي ابدأ في الدي والبي وخلي الكيو للاخر. الان هاي خمسة في عشرة على عشرة، راحت العشرة مع العشرة ضل خمسة، هذا رتبة الدي الخامس، يا رتبة العشي الخامس خمسة، فباجي وين الرتبة الخامسة؟ هي صح؟ يبقى رقمه 16 أو قيمته عفوا 16، فالدي خمسة قيمتها 16. عرفت ترتيبها الخامس، وأنا كنت مرتب عشان هيك الترتيب لازم، فجيت وين الخامس؟ هي 16 مجهزه، عشان هيك أنا برتب فوق عشان ما أتلخبطش وما ضيعش وقت. طب بي العشرين راحت زيرو مع زيرو وكمان زيرو مع زيرو ضل اثنين، او انت ان شئت فقول عشرة في عشرين متين على مية اثنين، يبقى هذا رقمه الثاني. وين الثاني؟ هاي الثاني اللي هو قش قيمته ستة، 100%. طيب الان الكيو ثلاثة ليش انا اخرته؟ عشان في فكرة، حتقول ثلاثة في عشرة تلاتين، تلاتين على اربعة حتلاقيها سبعة ونص. طب استنى شوية، سبعة ونص أقرب؟ لا. طب إيش أخذ؟ أخذ السابع ولا الثامن؟ تأخذ الوسط، يعني لما يطلع عندك كسر تأخذ الرقم واللي بعدي، الوسط يعني مجموعهم على اثنين، يبقى أنت شغلك حيكون ما بين السابع والثامن، صح ولا لا؟ صح. يبقى مدام طلع سبعة ونص حيكون يعني رتبته السابع والنص، هي السابع وهي الثامن، ولو كان سبعة واحد من عشرة برضو حاخذ السابع والثامن لأنه سبعة و، ولو سبعة وتسعة من عشرة هي هي، هذا بقول لي الرتبة ما بيعطينيش القيمة، فحقول خمسة وعشرين اللي هو السابع
زائد 27 اللي هو الثامن على قديش؟ على 2. فخمسة وعشرين زائد 27 بيطلع 52، على 2 بيطلع 26. هذه قيمة الكيو 3. يبقى لما يطلع عندك كسر بتأخذ الوسط ما بين العدد واللي وراه. يعني لو مثلا نعتبر هيك تجاوزا انه طلع معي مثلا الرقم، طلع معي 4.5 الرتبة تاعت الكيو مثلا، فحاجي هاي ما بين 4.5، يعني ما بين الرابع، بلاش 4.5، 4.3 عشان ما حدش يقول لي كله نص، 4.3 هيكون بين الرابع والخامس، يعني هانا. يبقى هتروح تقول ال 12 زائد هاي ال 12 الرابع واللي وراه 16، 12 زائد 16 على 2. طيب نيجي نصلي على النبي، لو طلع مثلا البي، طلع بساوي البي، طلع بساوي 8.2، يعني بين الثامن والتاسع، فحقول 27 زائد 33 على 2. واصل الفكرة؟ إن شاء الله تكون واصل. يبقى هاي الكيو وهي الدي وهي البي. الكيو على 4، البسط ثابت، الدي على 10 والمئين على 100. خد سؤال عشان يا شطور تحلي في البيت وأشوفك هل أنت متميز ولا مش متميز. أشوفك هل أنت متميز ولا مش متميز. خد السؤال عندك. قال لي البيانات التالية، معطيك 6 و4 و2 و30 و45 و6 و40 و2 و20 و11 و15 و54 و50، وإيش كمان ونحط 2 أو 31، ونحط كمان، ما أنا قاعد بألف، يعني ما تقول ليش إيش بتسوي، بألف لك قاعد سؤال عشان تحله. يبقى إيش كمان حط الأربعة، إيش الأربعة حط 7 17 مثلاً. أنت اسمع وقف لما خلص السؤال، بعد هيك أنت إيش بتسوي؟ بتكتب عشان ما ضلكش تقول لي أنت إيش لخمني. ونحط ال 13، قديش صار؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. بدنا كمان 3 أرقام، نأخذ 9 ونأخذ ال 51 ونأخذ كمان إيش صليت على النبي؟ 7 ما خدناهوش، طب 20 ناخده، والأربعين ناخده كمان، قديش صارن؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. 100% أنا بدي هن 16. بدي تجيب لي الكيو 2، وبدي تجيب لي الدي 4، وبدي تجيب لي البي 25. 100%. طيب طبعا هذا الكلام سهل جدا جدا. نبدأ في الكلام اللذيذ الرايق للبيانات الإيش؟ البيانات المبوبة. برضو سهل، حذكرك في الوسيط، في الوسيط ذاكر الميديان كيف قانونه، اللي هو بيساوي ال زائد I ضرب افتحنا قوس مجموع F على 2 ناقص C على F كابيتال. طبعا هذا الكلام ناس اللي بتراجع وبتحل من راسها، مش بتاخد الإجابة جاهزة من زمايلها وبسلموا ليها بعد فترة، بقول لك والله أنا كنت مشغول. طب أنا طبيعي حقول لك يعني الله يعينك، بس أنت برضو يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إمكانيات موجودة عندك، بدل ما تقعد تفسس وتقضيها إنستا وغيره، وتتصور وانت على الشباك وعلى البلكونة، وتصور كاسة القهوة وبرفقة السوداء وبرفقة مش عارف ايش، لا خليك مركز معي بعينك الله لك من يوم انجزنا خلصنا. يبقى ذاكر هذا اسمه الوسيط، واخدنا عليه اسئلة بما يكفي. ال هذا الحد الادنى،
وآي طول الفئة، مجموع أفعى 2 مجموع التكرارات، وسي هذه إيش كنا نقول سابق اللي هو صاعد سابق صح، والأف هذه كابيتال كنا نقول تكرار الفئة نفسها. طبعا أنا بسرعة كتبت لأنه هذا الكلام أخذناه. طب كيف بدنا نجيب الربيع والعشير والمئين للبيانات المبوب؟ حتجيب هنا بكل بساطة على القانون هذا، حتروح تقول L زائد I ضرب وتفتح قوس بسط مقام، حتقول لي هنا ناقص C على F. اختلف حاجة في القانون ولا حاجة؟ الآن اللي حتختلف معك الفئة اللي أنا بدي أختارها، لأنه مجموع التكرارات على 2 هذه كنا نحدد منها الفئة اللي أنا بدي أشتغل عليها عن طريق الصاعد، وأنا نازل أشوف الرقم هذا اللي بنتج في أي إشي موجود في أي خانة وأنا نازل في الصاعد، وأمسكه وأحدد على كل الصف. نفس الفكرة هان، بس ركز معي شوية. في البسط حيكون موجود عندك اللي هو إيش حيكون موجود عندك؟ واحد يقول لي إيش؟ قول إيش؟ لا، حيكون موجود في البسط مجموع التكرارات صح ولا لا؟ على مجموع التكرارات على، إذا كانت ربيع حتحط على 4، إذا كانت عشير حتحط على 10، هذه الفكرة يعني انفهمت. إذا كان مئين ححط على 100، 100% لحتى الآن، 100% لحتى الآن، 100% لحتى الآن. بس أنا حتروح تقول لي كي برا، لأنه إحنا حيكون عندك مثلا كيو 3 حتكون كي 3 كيو 4. هذا القانون نفس اللي قبل شوي اشتغلنا عليه اللي هو كي أن على، بس احنا هنا بنقولش ان، بنقول سميشن، لانه ما فيش عندي اعداد، عندي مجموع التكرارات صح ولا لا؟ 100% صحيح. يعجبني اللي مركز، يعجبني اللي مركز. صليت على حبيبك النبي، اللهم صل على سيدنا محمد. يبقى طول الفئة زائد اي، عفوا الحد الادنى ال زائد اي طول الفئة ضرب كي في مجموع الاف، كي اللي هو طلبها سواء ربيع اول، عشير عاشر، عشير تاسع، مئين 99، في مجموع التكرارات على 4 اذا بده ربيع، 10 اذا بده عشير، 100 اذا بده مئين، ناقص سي صاعد سابق على اف الصاعد نفسه. طيب ناخذ سؤال ونفصص وتفصفص تفصص، ايوه تفصص. اجا معطيك فئات، أي فات وتكرار. الفات معطيني إياهن من 30 لـ40، ومن 40 لـ50، ومن 50 لـ60، ومن 60 لـ70. ببرم كثير أنا، والله ببرم كثير. 60 70، ومن 70 لـ80، ومن 80 لـ90. التكرار الأولى 8، الثانية 46، الثالثة 88، الرابعة 134، بعدها 78، بعدها 42، ومزود لي كمان بقول لي انت يعني وصلت للـ90، اي كمل للـ100. حقول لك ماشي يعني كل احترام لك، وهذه اخر حاجة 4. يبقى الفئات من 30 لـ40، من 40 لـ50، 50 لـ60، 60 لـ70، 10 الطول، من 70 لـ80، من 80 لـ90، 90 لـ100، كل طول 10. تكرار الاولى 8، 46، وهلوم مجرى. يبقى انت اول حاجه حتعملها حتوقف قبل ما تكتب القوانين ولا تعمل اي حاجه، حتوقف الجدول. هاي فئات وهنا تكرار، تمام. واخر حاجه حتقول لي صاعد، لانه شغلنا على الصاعد بذكرك في ليش في الوسيط. هاي الفئه الاولى، الفئه الثانيه، الثالثه، الرابعه، خامسه، سادسه، سابعه، من 30 الى 40، من 40 إلى 50، من 50 إلى 60، من 60 إلى 70، من 70 إلى 80، من 80 إلى 90، ومن 90 إلى 100. وآخر حاجة دائما بنحط المجموع 100%. التكرار 8 46 88، أنا قاعد بنقل فيه 134 78 42 4. المجموع لو جمعتهن حتلاقيهن قديش؟ 400. طب الصاعد كيف بدي اجيب الصاعد؟ تبدا في 8،
حط على 80 46 صارت 54، حط على 54 88 صارت 142، حط على 142 134 صارت 276 صح؟ حط على 276 78 مش هيك بننزل 276، حط عليها 78 صارت 354، حط عليها 42 صارت 396، حط عليها 4 صارت 400، فبتتأكد انه شغلك غلط صح عفوا، تختم في المجموع. الآن طالب مني أول حاجة كيو 3 هتساوي، قبل ما تجيب كيو 3 هتروح تقول مجموع كي في مجموع التكرارات على 4 عشان أشوف على أي فئة أنا بدي أشتغل. بشكل قانون قبل شوي حكينا فيه، هيو كي وينه؟ هيو كي في مجموع التكرارات على 4 ربيع على 10 مائين على 100 العشر عفوا عشير على 100 معين ماشي. طيب كي بده 3 كيو 3 بده، فحتروح تقول لي 3 ضرب مجموع التكرارات 4 400 صح ولا لا؟ على قديش؟ على 4 صح، مش كيف غصب عنك صح. يبقى كيف مجموع الاف على 4 لانه احنا شغلي كيو يعني ربيع ثالث، فحتشيل 4 مع ال 4 100 في 3 300. طب ال 300 وانت نازل وين حتلقاها؟ هي هي في 354 مش في 276، يبقى شغلي هنا من 70 ل 80 ايوه حوط عليه. يبقى حاجة حستخدم القانون، الحد الأدنى 70 زائد طول الفئة 10 من 70 إلى 80 طول الفئة 10، وافتح قوس بسط مقام، أنا جبتها هي 300 اللي هي كيف مجموع الأف على 4 ناقص الصاعد السابق 276 على التكرار نفسه 78. لا والله قول لي كمان جيب لك الناتج، بتجيبه أنت يا حبيبة أمك. يا أنت يا حبيبة أمك بتجيبه، لا بتجيبيه لحالك على الحاسبة. طيب بدي دي الأربعة يعني العشير الرابع. العشير الرابع نفس الفكرة، حتكون كي في مجموع الأف على 10 كي 4 4 في مجموع الأف 400 على 10 راحت 10 مع 10 40 في 460، وال160 وانت نازل حتكون هانا هيا مش في 202 مش في 142 في 276 160 160 اكثر من 200 من 142 راح يكون هان شغلك. ايوه هانا ايش الحد الادنى؟ 60 زائد الطول 10 ثابت وافتح قوس طلع الناتج 160 ناقص السابق الصاعد السابق 142 على تكرار الفئة نفسها قديش؟ 134 134. بالله عليك مفهوم؟ طيب لو حتى مش مفهوم الله يرضى عنك، يا بتكتب لي على المجموعة يا على الفيديو نفسه بتعلق ان المحاضرة الجاية قبل ما ابدأ في الإحصاء اديكوا سؤال عليه. طيب اخر حاجة بدي البي 60 حتساوي، البي 60 وين بدك اكتب؟ تعال نكتب هنا عشقه، كي في مجموع اف على قديش؟ على 100 كي 60 ضرب مجموع اف 400 على قديش؟ على 100 صح، لانه مائين بدي مائين 60 بنفع، مائين 60 بنفع قبل ال 100 60 راح صفرين مع صفرين 6 4 في 60 240، وال 240 حتكون في نفس فترة ايش؟ العشير، هاي نفس الفترة هذه لأنه شغلي 240 حتكون جوا ال 276 حتشتغل على نفس الفترة. يبقى حتروح تقول 60 زي اللي فوق هذا زائد 10 ضرب، بس حتختلف هذه 142 زي ما هي واللي تحت 134 زي، بس اللي بيختلف هذه اللي قيمتها 240 طلعت مش 160. صلت يا حبيبك النبي، بتطلع الأجوبة بكل بساطة. يعني إلى هذا القدر نختم بإذن الله تبارك وتعالى وحدة الإحصاء على خير. المحاضرة التالية إن شاء الله سنتكلم في وحدة الاحتمالات، نسأل الله تبارك وتعالى
أن يعني يفرج أو يفرج عنا ما نحن فيه ويكشف عنا هذه الغمة. واللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.